في يوم كنت بتفرج على ناشونال جيوغرافيك، ظهر قدامي فيديو عجيب جدا. سلحفة بتعوم بالليل وشايفة قدامها قنديل. السلحفة كانت جعانة، غريزتها خلتها تاكل كيس بلاستيك على انه قنديل. في الحقيقة السلحفة شبعت، بس ما كانش حقيقي. هي حست بالامتلاء بس بلاستيك. بعد شوية ماتت السلحفة، بس كان نفسي ساعد السلحفة. ومن هنا جت لي الفكرة اني اوري الناس ازاي البلاستيك ممكن يأثر على حيوان ما يقدرش يميز ان ده اكل ولا بلاستيك. حسسوني بمسؤولية تجاه كائنات كتير جدا، تجاه الزرع والأسماك وكل الكائنات البحرية، تجاه الحيوانات اللي في الشارع واللي في كل مكان. دول أكيد محتاجين مساعدة. الناس اللي مش عارفة إن البلاستيك ليه أضرار، دول كمان محتاجين مساعدة. أنا كمان محتاج مساعدة علشان أعيش في مكان بدون بلاستيك. ومن هنا حسيت بدوري كفنان إني لازم أغير. قدرت ألاقي منحة من الاتحاد الأوروبي بإني أنفذ المشروع بتاعي. ببساطة جدا المشروع هو غرضه إنه يوري الناس أضرار البلاستيك، وإنه إزاي زمان كنا بنستخدم حاجات كتير جدا بدون بلاستيك، دلوقتي هي بقت كل حاجة بلاستيك. ومن خلال الفن اللي أنا بقدمه أقدر أستعرض كويس قوي إزاي الكائنات الحية والبحرية بتعاني من البلاستيك، إنه إزاي الشفاطة ممكن تقضي على حياة روح. وكلنا دلوقتي داخل علينا في الهرم الغذائي بلاستيك، عنصر ما بيتحللش، بقى جزء مننا. ومستقبل الإنسان هو بين إيدين الإنسان، ومستقبل باقي الكائنات هو برضو بين إيدين الإنسان. وعلشان كده أنا قررت أن أعمل الحملة بتاعتي، وهدفي أني أغير ولوحدي. أنا مش مضطر أستنى مجموعة من الناس علشان كلنا نعمل تغيير. يعني بكل بساطة أنا هبدأ بنفسي حتى لو كنت نقطة في بحر. علشان رسالتي كفنان هي السلام، والسلام بالنسبة لي هو محيطي بدون بلاستيك.